السلام عليكم. كنت وعدتكم في الفيديوهات او في اخر فيديوهين يمكن ان عايزين نتكلم بالتفصيل عن خطوات السفر لألمانيا. تمام، اول حاجة هنبدأ بيها وهي الدراسة. اشمعنى الدراسة؟ لان انا الصراحة دي اول حاجة انا جيت بيها ألمانيا، انا جيت عن طريق الدراسة، فعندي خبرة في الموضوع كويس، يعني برغم ان هم يعني الايام دي غيروا شوية حاجات وصعبوا الدنيا شوية، بس انا برضو ابديتد بالموضوع. طيب، اللي عايز يجي دراسة، اولا عشان ناس كتير بتسأل عن موضوع السن، يقعدوا يكتبوا لي في الكومنتس يا باشمهندس انا سني مش عارف فوق 30، ولا انا سني 40، ولا سني كام، هل ينفع ان انا اجي ادرس هنا؟ مفيش مشكلة في السن. تمام، اهم حاجة طبعا ان انت يعني ما تكونش بعيد عن المجال، يعني انت مثلا سي مثلا خريج كلية تجارة وبعيد عن المجال بقالك مثلا 10-15 سنة شغال مثلا اي حاجة تانية، وهتيجي تقول لهم انا عايز اعمل ماستر في التجارة، فهيجي يقول لك طيب ابعت لي السي في بتاعك. هتبعت السي في بتاعك انت شغال حاجة تانية غير اللي هم المفروض الخبرة اللي تبقى عندك، فممكن ما يوافقوش. فأهم حاجة طبعا تكون خبرتك العملية يعني مناسبة طبعا للدراسة اللي انت هتدرسها، يعني تمام، دي حاجة. فالسن مفهوش مشكلة. طيب دلوقتي اللي عايز يقدم على ماستر او دكتوراه او حتى عايز يجي بكالوريوس، هنقول ده خطوة بخطوة ايه الامكانيات بتبقى عاملة ازاي. اول حاجة لو انت هتيجي على بكالوريوس، تمام، بكالوريوس معظم البكالوريوس هنا هنقول بنسبة 95%، تمام، بيجوا يدرسوا باللغة الألمانية. طيب انت دلوقتي راجل في ثانوية عامة مثلا والشهادة بتاعتك مش معترف بيها في ألمانيا، طب هتعمل ايه؟ تعمل ان انت حاجة اسمها شتودين كوليج. شتودين كوليج يعني دي بتبقى سنة دراسية دي بتوافق فيها او يعني بتعادل فيها الشهادة بتاعت الثانوية العامة بتاعتك عشان تقدر تدرس في الجامعة هنا في ألمانيا. طبعا قبل ما تبدأ الشتودين كوليج دي، اصلا السنة التحضيرية دي، لازم يكون معاك طبعا لغة ألمانية يعني متقدمة جدا لغاية مستوى C1. تمام، ده بالنسبة للبكالوريوس. في الاخر انا هقول الخطوات ايه في التقديم يعني. طيب بالنسبة للماستر، بالنسبة للماستر انت لازم طبعا هتقدم في ماستر يكون relevant، يعني ليه علاقة بالبكالوريوس اللي انت درسته. يعني انت درست هندسة، ما ينفعش تروح تعمل بكالوريوس في الاي تي، ماستر في الاي تي، ما ينفعش يا جماعة. تمام، لازم تكون الماستر ده relevant للدراسة اللي انت عملتها، وزي ما قلنا لازم تكون عندك خبرة ولو بسيطة. فاهم؟ مش لازم يكون عندك 10 سنين خبره عشان تعمل ماستر، ولكن يكون اشتغلت شويه في المجال بتاعك. تمام، يا ده كده بالنسبه للماستر. بالنسبه للدكتوراه، طبعا بالنسبه للدكتوراه انت بتراسل الجامعات مباشره. تمام، لان احيانا ممكن مثلا يكون مفيش منح او حاجات زي كده، بس انت مثلا عندك موضوع كويس وعايز ان انت تبحث فيه، فبتبعت للجامعة او بتبعت لقسم معين في الكلية اللي تبع الجامعة وتقول لهم انا عايز مثلا اعمل دكتوراه في الموضوع ده، وتعرض عليهم. تمام، مش عارف بيسموه ايه، زي السامري، هو ليه اسم كده بس انا مش عارفه الصراحة. بتعرض عليهم الفكرة، ولو هم يوافقوا ممكن يقول لك طب تعالى وتبقى طالب دكتوراه عندنا. تمام، طيب بالنسبة بقى للخطوات بصفة عامة، كان زمان مفيش حاجة اسمها اليوني اسيست. يوني اسيست او الاوني اسيست ده حاجة زي مكان بياخد كل الاوراق بتاعتك. تمام، بيطلب منك اوراق معينة اللي هي طبعا الجامعة اصلا بتبقى طلباها، والاوراق دي هو عشان يعني الجامعة تخفف على نفسهم، هو اللي بيدرس الاوراق دي ويقول لك اوكي الاوراق بتاعتك مظبوطة، تقدر ان انت ايه، هنبعت للجامعة ونقول لهم ان انت اوراقك مظبوطة. مش معنى كده ان انت اتقبلت في الجامعة، تمام، معناها ان اوراقك مظبوطة وان احنا هنعمل لها ايه، فورورد للجامعة ان انت الراجل ده الكانديديت ده كويس وممكن ان هو يدخل البروجرام ده. تمام، طيب الاوني اسيست ده مصاريفه تقريبا 75 يورو عشان يقدر يعمل الحاجة بتاعتك، يعني اسمها ايه، يعمل لها بروف يعني ان هي كلها تمام. بتبعت الحاجات اصول، تمام، سوري الصور، مش لازم اصول، ولكن الصور لازم تكون
مختومه باختام اصليه، اللي هي بقى اختام الخارجيه والكليه والنسر والصقر والحاجات دي كلها، تمام؟ فهي الحاجات دي مهمه، لان في ناس بتبعت يقول لك انا بطلع من الكليه الاوريجينال، فاهم؟ فلما اطلع من الكليه الاوريجينال بتلاقي بعد كده ايه بيرفضوا في اليوني اسيست، يقول له لا احنا مش عايزين اوريجينال، احنا عايزين صوره. هم اغبياء في الموضوع ده، معلش يا جماعه استحملوهم. لازم صور وعليها الاختام تكون اصليه، اوكي تمام. بعد كده لما بيشوفوا الاوراق بتاعتك هتشوف هم طالبين ايه من الجامعه، ويشوفوا الاوراق بتاعتك، الاوراق مظبوطه تمام، يقول لك اوكي 100 100 يلا، و تكمل بعد كده ايه في الجامعه البروسيس يعني. طيب بالنسبه عامه للجامعات، الجامعات في كذا ويب سايتس انا كنت حطيتهم قبل كده، ممكن احطهم تاني، تقدر تبحث فيهم على الجامعات، الرانكينج بتاع الجامعات. في جامعات طبعا بتبقى محتاجه متطلبات اقل، في جامعات بتطلب ان انت تكون جايب تقدير عالي في البكالوريوس، لان هم تبقى مثلا جامعه كويسه جدا وعايزين الناس اللي يخشوها برضو يبقوا كويسين، فبيطلبوا تقدير عالي. في جامعات مثلا في الشرق في المانيا بيطلبوا تقديرات اقل، فلازم الموضوع محتاج الاول شويه بحث، بعد طبعا لما تكون عارف انت عايز تدرس ايه، يعني انت ما تدورش في اي حاجه كده وخلاص، انت لازم تبقى عارف هتدرس ايه الاول، ايه الحاجه اللي انت محتاج ان انت تدرسها او هتقويك، تمام؟ وبعد كده تبدا ان انت تدور عليها في الجامعات او في الكليات، وونس ان انت لقيتها تشوف المتطلبات بتاعتها وتشوف هتقدر تعمل متطلبات ولا لا. هي متطلبات مش تعجيزية يا جماعة على فكرة عشان تبقوا عارفين، بس هي البروسيس طويلة وسخيفة شوية، تمام؟ بس هي مش تعجيزية، يعني اي حد ممكن يعملها، تمام؟ ده كده بالنسبة للتقديم. طيب قدمت الورق وبتاع، المفروض ان هم يا اما بيدوك ادميشن على طول لما الاوني اسيست بتقول ان انت تمام، او ان هم بيعملوا معاك حاجة اسمها ابتيتيود تيست، يعني بيعملوا معاك انترفيو كده ويشوفوا ان انت تمام، انت عندك الخبره مظبوطه، انت ملائم للكورس ولا لا، وبعد كده ايه يقول لك اوكي خلاص انت اتقبلت، تمام؟ وانس ان انت خدت الادميشن من الجامعه سواء بكالوريوس ماستر او اي حاجه، تقدر تقدم بيه وتاخد الفيزا على طول في مصر او في اي مكان في العالم يعني، تمام؟ فكده ده بالنسبه للمتطلبات بتاعت الجامعه. بالنسبه للمصاريف، في بعض الجامعات بتبقى مصاريفها يعني رمزيه، مثلا 250 يورو في السمستر في الترم يعني، او يمكن اقل او يمكن اكتر شويه لغايه 500 يورو مثلا. في جامعات ما بتاخدش حاجه، في جامعات بتاخد مثلا 2000 يورو في الترم، فهي ناخد بالنا برضو من موضوع ايه المصاريف يعني، تمام؟ طيب انت محتاج مصاريف قد ايه هنا اهو عشان تيجي تدرس؟ عشان تيجي تدرس لازم تحط لهم حساب مغلق. يعني ايه حساب مغلق؟ يعني حساب بنكي بيبقى مفتوح في ألمانيا مش في مصر طبعا باليورو، وبيكون في مبلغ معين. المبلغ ده مثلا سي ان هو 10,000 يورو، انا مش عارف المبلغ وصل كام تحديدا دلوقتي يعني، بس لو هو 10,000 يورو، ال 10,000 يورو دول بيبقوا مغلقين محبوسين مقفولين، ما ينفعش ان انت تسحبهم، بس بيتفك منهم مبلغ شهري كل شهر عشان تصرف منه. طيب هل المبلغ الشهري اللي بيتفك ده كافي ولا مش كافي؟ تمام؟ هو ده السؤال بقى. احيانا ممكن في مدينه زي مدينه ميونخ ما يكونش كافي، لان طبعا ميونخ مدينه غاليه، الايجارات فيها غاليه جدا، وصعب ان انت تلاقي سكن بسهوله، تمام؟ فممكن يكون المبلغ غير كافي، فهتبقى محتاج ان انت تزود مثلا على المبلغ اللي هم طالبينه حاجه من عندك انت عشان تعرف تعيش، تمام؟ او ان انت تيجي هتشتغل تمام شويه، والشغل مع شويه الفلوس اللي انت حطيتها في الحساب المغلق ده تقدر ان انت ايه بعد كده تصرف منها على نفسك يعني، تمام؟ وطبعا لو انت حطيت فلوس سنه يعني تكفيك لسنه، هيدوك الاقامه بتاعت الدراسه لمده سنه، وهتضطر ان انت بعد سنه تحط فلوس تاني في الحساب عشان خاطر يقدر يجدد لك تاني، فخلوا بالنا من الموضوع ده. يا اما ان انت معاك فلوس كتير حطها في فلوس سنتين ثلاثة اللي هتدرسهم مرة واحدة، هيدوك الإقامة ايه بالسنتين ثلاثة اللي انت هتدرسهم، تمام؟ ده مفيهوش مشكلة يعني، تمام؟ أتمنى ان انا ما اكونش نسيت حاجة، تمام؟ لو انتوا في حاجة محتاجين تسألوا عليها ابعتولي، تمام؟ وزي ما انا قلت قبل كده في الفيديو اللي فات، انا عامل خدمة بمقابل مادي، ان انا ممكن ان انا اساعد الناس
سواء مثلا في التقديم، في الشغل مثلا، في الانترفيوز، في الحاجات دي كلها، في كتابة السي في، في كتابة الانشرايبن اللي هو الكفر ليتر بتاع الشغل، تمام، كتابة الكفر ليتر بتاع الجامعة، الحاجات دي كلها انا عندي فيها خبرة كويسة. لو حابين ان احنا نشتغل مع بعض هيبقى ده بمقابل مادي، ابعتولي على الصفحة بتاعت الفيسبوك، تمام، واحنا نتكلم في الموضوع ده سوا، مفيش مشكلة يعني. اتمنى يكون الفيديو مفيد وفي معلومات استفدتم منها يا رب، زي ما اتعودتوا اكتبولي، وياريت تدوسوا لايك، اعملوا شير للفيديو عشان الناس تستفيد من المعلومات. ان شاء الله يوم طيب وجميل عليكم، يلا سلام.